بس يعني كان عندنا المصطلحات الخاصة بالإعلام اللي هي قيلت أكثر من مرة زي هشتكيكم للشعب، ودي كانت حقيقة يعني كانت كلمة أنا شخصيا لسه ما اشتكيتش. أنا كنت شايفها كلمة كبيرة قوي يعني، بس أنا ما اشتكيتش. حضرتك لسه ما حضرتك قلت هشتكيكم للشعب وقلت لنا ما يصحش كده، وكذا مرة حضرتك شاورت علينا في أكثر من مناسبة. يعني إيه الخلاف اللي مع الإعلام والصحافة؟ لا مش خلاف، مش خلاف. أصل كلمة خلاف ده معناه إن أنا أصلا لازم نتفق على إن هي بلدنا واستقرارها وأمانها وتقدمها دي مسؤوليتنا كلنا، وكل واحد في موقعه يعمل ده. وأنا قلت عشان أكون منصف إن مفيش قيادة للإعلام تقود، وبالمناسبة عشان نكون أمناء مفيش في العالم إعلام بلا قيادة، دول متقدمة، دول ديمقراطية أو أي دول تانية، غير كده يبقى خطر جدا، لأن هو هيشرذم الرأي العام، هيعمل له تشرذم، لأن هو سياقه مش ملوش سياق. طب احنا ليه لغينا وزارة الإعلام دون أن يكون هناك البديل وانتظرنا كل هذه الفترة؟ خلينا في ترتيب وتسلسل الأحداث. كان موجود الإعلام لغاية ما الدستور ما تصدق عليه. الدستور ما كانش فيه كده، ما فيش فيه قيادة للإعلام بالشكل التقليدي اللي كان موجود، ما قدرناش نعملها. طب نخالف الدستور ولا نخوض التجربة؟ ما هو ده تجربتنا السياسية، ومش كده ولا ايه؟ فانتظرنا على مدى قرابة وكان ليها نتائج إيجابية، ان احنا عرفنا حتى الإعلاميين وصلت لهم القناعة دي ان مهم قوي ان احنا يبقى عندنا في حاجة لضبط إيقاعنا مع بعض، مش للتدخل في الإعلام، إيه اللي أقوله وإيه اللي ما أقولوش، إيه اللي يفيد البلد وإيه اللي يضرها. ما أنا مش أنا بطلع أتكلم، مش كل اللي بقوله ممكن يكون مفيد، ممكن أكون من غير مقصد بضر. طبعا حضرتك عارف إن إحنا لما بنطلع في الإعلام ونقول حاجة بناءة الناس تبعت لنا وتقول لنا دي طبعا التوجيهات اللي جات لكم. هي انا شخصيا عمري ما جات لي توجيهات، فحضرتك بتبعت التوجيهات لمين تاني عشان ما بتبعتليش؟ والله عايز اقول على حاجه، يعني انا مش عايزكم تتوقفوا قدام الكلام ده. وبعدين عايز اقول لك حاجه، اذا كان مصلحه مصر يعني هتحسب عليك او على غيرك، يا ريت. احنا مع مصلحه مصر. طب اكيد ارجع للشباب سؤال صغير بالنسبه للشباب.